احنا فتحنا مجال للشباب بالفعل، لكن منين جينا احنا؟ هما جاو ركبوا على الموجه وكان مزيانه مزيان ركبوا على الموجه باش يمشيو للمصادر. المصادر منين جينا احنا؟ الا مشاو للمصادر وقلبوا على منين جينا احنا وقلبوا على التراث، اكيد غادي يوصلوا للهدف يحققوه ان شاء الله. النصيحه هي هذه اللي خصهم يقلبوا على التراث، يبحثوا في التراث اللي هو الموروث الثقافي او الهويه ديالنا المغربيه، خصهم يقلبوا عليها. وماشي الهويه عندنا، لان حنا كنمتازوا بزاف القطاعات المركبه بالنسبه وبزاف الحياه بزاف الكلمات اللي هي الهاتفه وكلمات يعني ديال العيطه، خصهم يركزوا تاع النمط العيطاوي يجيو من تما ويتفتح لهم المجال، لان المغاربه كلهم فرحانين بهاد الشباب اللي هما دابا كيحملوا المشعل ديال الاغنيه المغربيه. خاصها تكون مع داخله معها التراثيه، ننصحهم يمشيو للتراث وعاد يركبوا على هذه الموجه اللي كاينه دابا باش ما يوقعش الملل وتهدد بالقراءه، لان حتى الصوت النسويه ديال العيطاويه مثلا وهاد الشباب تقريبا كلهم ما كيقلبوش على التراث، عاد يجيو يركبوا على هذا الميزان اللي يقع اللي هو خفيف مثلا. انا ننصحهم بهذه المعلومه، يقلبوا في التراث كان احسن، عاد ممكن يقلبوا على هذه الاغنيه الخفيفه.